السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى مجمل القول وأبرز ملفات هذا المساء. إيران: الدفاع عن القدس جسر للخديعة. الحوثي: تصفيات من أجل الغنائم. أهلا بكم. قاهر فاتح زلزال صواريخ إيران التي صدع بها نظام الملالي رؤوس العالم، وهي لم تكن إلا نسخا محدثة من صواريخ سكاد الروسية ذات التقنية القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب. اليوم يعيد النظام التهديد بها متبجحا أنها لنصرة القدس التي جعلها شماعة لكل القتل والتنكيل الذي يلاقيه المسلمون بسبب هذا الشعار. ففيلق القدس الذي ليس له من اسمه أو من نصرة الأقصى إلا اسمه، ولكن نشاطه المدمر ينشط في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفي دعم خلايا نائمة ومستيقظة في الخليج. أما عندما تقصف قواته في سوريا وميليشياته في لبنان ويقتل قادته، فإنه في أفضل الأحوال يحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أهلا بكم. لطالما سعت إيران إلى تصوير نفسها المدافع عن القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة، متجاهلة أنها تمثل الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها بمواصلتها دعم الإرهاب والميليشيات الإرهابية وسياساتها التوسعية وانتهاكاتها للقانون الدولي. فما تظهر إيران وإسرائيل من عداء لا يخفي لغة المصالح المشتركة بين الطرفين بحسب ما يؤكده المراقبون. عندما تتاجر إيران بقضية القدس فهي تبعث برسائل إلى الشعوب الإسلامية وكأنها ترفع لواء الدفاع عن القدس، وهذا خداع كبير للشعوب الإسلامية، ذلك لأن إيران تربطها علاقات سرية بإسرائيل تعود إلى ما قبل مجيء الخميني إلى طهران، منذ كان يقيم في باريس وكانت هناك اتصالات سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن وآية الله خميني عندما بعث إليه الجاسوسة اليهودية الحسناء روس بنت ديفيد. وبالتالي فهناك مصالح استراتيجية كثيرة تربط بين كل من إيران وإسرائيل. ولعل الحديث عن احتمالية توجيه إيران صواريخها تجاه تل أبيب لا يعدو كونه إلا ضرا للرماد في العيون، خاصة وأن كل الخطط الحربية والعسكرية التي تجريها طهران موجهة إلى جيرانها في المنطقة العربية وليست إسرائيل. من المستحيل أن توجه إيران صواريخها إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب لأسباب كثيرة. أن عدد كبير من اليهود الذين يحكمون الآن في إسرائيل هم ذو أصول إيرانية. هناك تصريحات أخيرة قبل يومين حسب ما أتذكر للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال فيها أنه ليس هناك عداء بين الدولة الإيرانية وبين اليهود. هذا إضافة إلى أن اليهود ممثلين في البرلمان الإيراني ولديهم تواجد ولديهم حرية دينية ويمارسون طقوسهم وشعائرهم، فضلا عن وجود العديد من الشركات التجارية المتواجدة في إيران وتعمل، وهناك إذاعة عبرية بس بالفارسية إلى اليهود المتواجدين في إيران. ووفقا لمحلل، فإن خطابات مسؤولي إيران للدفاع عن فلسطين لم تعد تسعف طهران التي يعاني أكثر من 40% من سكانها من الفقر واقتصاد متدهور واحتجاجات تتفجر بين الحين والآخر على وقع السياسات الخاطئة للنظام الإيراني في الداخل والخارج. لبرنامج مجمل القول، محمد شعبان. أهلا بكم من جديد إلى مجمل القول وأولى ملفات هذا المساء. نستضيف فيها كل من الأستاذ أمجد طه الكاتب والمحلل الاستراتيجي. أهلا، السلامة. أهلا وسهلا بك.
كما يسعدنا ان نستضيف الاستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. اهلا وسهلا. فاصل قصير ايها الاعزاء ثم نعود لبدايه لا تذهبوا بعيدا. اهلا وسهلا بكم اعزائي من جديد الى مجمل القول واولى هذه الملفات حول ايران والتغني بالدفاع عن القدس جسرا لخديعه شعوب المنطقه. يسعدنا نستضيف في هذا الملف الاستاذ امجد طه الكاتب والمحلل الاستراتيجي والسيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. اهلا وسهلا بكم. ولعل نبدا معك استاذ امجد، لما القدس تحديدا؟ لما هالشعار دائما تردده إيران حتى كل الجماعات المتطرفة في العالم العربي والإسلامي؟ القاعدة، الحوثي، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ودائما القتل والموت يكون لشعوبهم أو لجيرانها. طبعا هي لدغدغة المشاعر الشعوب بشكل كبير، ودغدغة مشاعر الكثير من لا يفقهون كثيرا بالسياسة إن كان أو بعلوم ما يحصل في المنطقة، أي يخاطبون السطحيون بشكل كبير وليس النخبة من المجتمعات. إضافة إلى إذا ما نظرنا حتى بالنسبة لإيران، عندما تتحدث إيران تقول فيلق القدس، متى شكلت فيلق القدس؟ شكلتها بعد حربها على العراق، وقامت إيران بقتل أكثر من مليون من أبناء العراق العرب من المسلمين والمسيح العراقيين. عندما انتهت هذه الحرب ورأت إيران انخفاض شعبيتها بشكل كامل بين المسلمين والعرب وغيرها، أرادت أن تسوق نفسها مرة أخرى مستغلة الملف الفلسطيني وتحديدا فيلق قدس. لكن إذا ما ذهبنا إلى تعريف فيلق قدس، هو تابع وحدة عسكرية تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني تقوم بعمليات خارج الحدود الإيرانية حسب التعريف الإيراني لها، إذن ليس لها أي صلة بالقدس تحديدا أو فلسطين. هنالك أسماء تطلقها إيران هي مرة أخرى لدغدغة المشاعر ولتوظيفها سياسيا في المنطقة. رأينا ماذا فعلت إيران بالقضية الفلسطينية. إيران قامت بتقسيم فلسطين بشكل كامل، دعمت طرف ضد طرف آخر، رأينا كيف تدعم جماعات حماس، ثم داخل غزة بدأت تدعم الجهاد الإسلامي ضد حماس بشكل كبير، ثم داخل حماس بدأت تدعم القسم العسكري كتائب القسام ضد المكتب السياسي لحماس. إذن إيران تقوم بفرق تسد في غزة، هي تقوم بعملية ضرب الكيان السياسي في فلسطين وكذلك ضرب الخيارات الفلسطينية الوطنية. رأينا كل ما حصل، هنالك مصالحة بين الفلسطينيين، تقوم الميليشيات حماس أو ميليشيات الجهاد بضرب هذه الخيارات أو إطلاق صواريخها المتخلفة اتجاه الآخر وغيره، حتى ترجع للمربع الأول إذا تضرب الخيارات الفلسطينية على المستوى العالم وعلى المستوى المنطقة، وكذلك تجعل القضية الفلسطينية من غالبها القالب العربي والإسلامي إلى القالب الإيراني بشكل كامل والسيطرة. ورأينا السيطرة الإيرانية، ورأينا كيف في 2017 القيادة حماس خرجت من غزة لتقول تواصلت بشكل مباشر مع قاسم سليماني، وكان ذلك أمام كل الإعلام. قاسم سليماني الذي قام بقتل أبناء سوريا، يعني حتى لم يحترموا الدماء أبناء سوريا وكذلك في العراق قتل الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريا. قاسم سليماني
على قائمة الإرهاب في العالم، فكيف فهم يضربون علاقة القضية الفلسطينية ويحطون عليها الطابع الإرهابي عبر إلصاقها بإيران، وهذا ما تريده إيران بشكل مباشر، أن تكون القضية الفلسطينية مرتبطة بها وهي من تحركها للمفاوضات، هي تستخدمها كورقة. لا ننسى العلاقات الإيرانية الإسرائيلية لطالما عبر التاريخ، إذا ما سردناها في إيران جيت، كيف كانت إيران تستخدم الأسلحة الإسرائيلية وغيرها، كانت إسرائيل تعطي السلاح لإيران بشكل مباشر لتقوم إيران بقتل المسلمين والمسيح منهم والعرب في العراق. إذن هذه العلاقة هي إيران تستغل القضية الفلسطينية وكل الميليشيات التابعة لإيران القضية الفلسطينية لمصلحتها بشكل كامل. رأينا من ماذا يعاني الفلسطينيين، يعانون من الاحتلال ويعانون من الفقر. النظام الإيراني نفسه هو من يعاني من الفقر، يعاني من العقوبات، يعاني من الإرهاب. إذن عليه أن ينقذ نفسه قبل أن ينقذ الفلسطينيين. النظام الإيراني اليوم، منظمة العمل الدولية تقول معدل البطالة في إيران وصل إلى 94%، بينما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إيران تقول أنه لديها أكثر من 14 مليون تحت خط الفقر. تختلف معهم مؤسسة بورغن الأمريكية تقول أن 75% من الإيرانيين هم من الفئات الفقيرة. هذه الأعداد، إن أردت أن تنقذ فلسطين عليك أن تنقذ نفسك أولا، ولا تستطيع أن تساعد الفلسطينيين وأنت تضطهد شعبك وأنت تمارس نفس الاحتلال في الجزر الإماراتية الثلاثة وفي الأحواز وفي غيرها، وأنت تهدد المنطقة. إذا كانت إسرائيل تهدد أمن المنطقة فأنت كذلك تهدد المنطقة، والاحتلال غربيا كان أو شرقيا هو احتلال. نعم. جميل. أستاذ منيف، يعني تحدث الأستاذ أمجد طه تحديدا عن تقسيم المقسم داخل غزة، يقسم الفلسطينيين إلى سلطة وحركة حماس في غزة، ثم يقسمون داخل حماس، ثم يقسمون داخل غزة بالجهاد الإسلامي إلى آخر. يعني اليوم إيران أيضا تنشئ جيوش موازية لجيوش الدولة، سواء الحشد الشعبي في العراق، حزب الله في لبنان، غزة في فلسطين، الحوثي في اليمن إلى آخره. ما تلاحظ في تماهي مع المشروع الإسرائيلي في العداء للمنطقة بهذا الشكل؟ شوف دكتور، طبعا من 300 عام في 4 قوى في المنطقة، السعودية ومصر وتركيا وإيران، وبعد 48 صعدت إسرائيل. طهران لديها مشروع وتم إعادة صياغة المشروع ب 2004، هذا متكئ على نظرية محمد جواد لاهرجاني، أم القرى. أم القرى، نعم. فبالتالي هو المشروع في 2004 2004 نعم. إعادة صياغة المشروع بعد نعم. سقوط بغداد نعم. يعني بعد سقوط بغداد والتماهي، تعرف من 2001 هناك شهر عسل بين طهران وواشنطن في أفغانستان، ذهبوا جميعا وفتحت إيران جبهتها لجيش الشمال الأفغاني. 2003 ساعدت في إسقاط نظام صدام حسين، فكانت في تماهي ساهم في إعادة صياغة مشروع طهران اللي هو متكئ على نظرية أم القرى لمحمد جواد لاهرجاني، وهذا يرتكز على مشروع الفوضى الخلاقة حق برناند لويس في تقسيم المنطقة. فإيران لديها مشروعها اللي سمحت فيها الدوائر الغربية بصعود هذا المشروع. هذا المشروع كان يحتاج إلى استخدام القوة الناعمة والقوة الصلبة، وهم أجادوا هذه الثنائية، استخدموا القوة الصلبة بإنشاء جيوش موازية أو ميليشيات موازية للدولة في سواء في لبنان، في اليمن، في العراق، بحيث أن تكون هذا النواة الأولى. طبعا بعد أن تمكنوا أصبح لديهم أيضا المشروع الأكبر وهو تقاسم الشارع الإسلامي، وهذا حدث في اجتماع أردوغان وخامنئي في مارس 2012 في حقبة التثوير ما يسمى الربيع العربي، عندما تحدثوا في مشهد إذا امتدت إلى المملكة العربية السعودية كيف نستطيع تقسيم الشارع الإسلامي. فطهران لديها هذا المشروع، هذا المشروع اللي تستطيع أن تصل فيه إلى المينستريم في العالم العربي، إلى العامة في العالم العربي والعالم الإسلامي، أنت بحاجة للقضية الفلسطينية اللي هي تدر ذهبا في المتاجرة فيها. فطهران استخدمت القضية الفلسطينية، عملت على القوة الناعمة والقوة الصلبة، وبنفس الوقت استخدمت القوة القضية الفلسطينية. لاحظ ماذا قامت فيه الجهاد الإسلامي، حركة دعمتها طهران من البداية بقوة، حماس أيضا دعمت بقوة. حماس لماذا أنشئت حماس؟ تل أبيب ساهمت بإنشاء حماس لضرب السلطة الفلسطينية عام 87 في 86 بحيث أنه وهي حركة إخوانية.
فالارتباط العضوي بين حماس وطهران كبير جدا. الارتباط بين الجهاد الإسلامي فتح الشقاقي وبين طهران أكبر من الارتباط مع حماس. لكن لا ننسى أنه ياسر عرفات أول طائرة حطت في طهران بعد نجاح الثورة الإيرانية اللي كانت ثورة كل الأطياف ولم تكن ثورة الخميني، كان ياسر عرفات، بحيث أن طهران قطعت العلاقات مع إسرائيل رسميا وأعطت السفارة الإسرائيلية لفلسطين للفلسطينيين. ولكن الإملاءات اللي أملاها الخميني على ياسر عرفات رفضها ياسر عرفات، فهي لعبت دور. لاحظ في 2007 من دعم انقلاب حماس والانقلاب على اتفاق مكة كانت طهران وأنقرة والدوحة. أيضا في موضوع عندما طالبوا بقطر، طالبت بقمة عربية طارئة لقمة غزة، وكان العالم العربي يعقد اجتماع القمة الاقتصادية في الكويت. فهذا الدور الإيراني لأنه لديهم مشروع متكامل دكتور، وللأسف حتى النخبة العربية تغفل هذا المشروع. إسرائيل أيضا لديها مشروعها، طهران لديها مشروعها، الأخوان المسلمين لديهم مشروعها، وهذه المشاريع بالذات مشروع الأخوان وأنقرة والدوحة وطهران تتقاطع وتتعاضد بشكل كبير. فهذا المشروع على الأرض استطاعوا تحقيق جزء كبير منه، ولكن إحقاقا للحق خلنا نذكر أنه من هي الدولة التي ساهمت في تحجيب هذه المشاريع، اللي هي المملكة العربية السعودية. في البحرين في 25 مارس 2011 في دخول درع الجزيرة، في دعم التغيير السياسي اللي حدث في 3 جولاي 2013 في مصر، في عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، في قطع العلاقات مع طهران في يناير 2016، في قطع العلاقات مع الدوحة في 5 جون 2017. هذه المشاريع السعودية لوحدها تحركت، لأنه تعرف في حقبة التثوير ما يسمى الربيع العربي كثير من الدول الوطنية في العالم العربي سقطت، لم يتبقى إلا المملكة العربية السعودية ولعبت دورها كدولة وازنة التاريخي. لكن نجي نقطة أخرى، هل هناك علاقة بين تل أبيب وبين طهران؟ نعم. كان رفسنجاني هو المسؤول عن هذه القنوات الخلفية سواء مع واشنطن أو مع تل أبيب. خلنا أذكر رغم قربه من الخميني. نعم. وهو بالمناسبة خلنا نذكر الآن عندما قلنا في الحلقة السابقة دكتور أنه المشهد يشابه المشهد من 75 إلى 79 في حقبة الشاه، لكن هناك ثلاث عوامل ساهمت في إسقاط نظام الشاه ولم تتوفر هذه الثلاث عوامل حاليا في نظام ولاية الفقيه. الأول كان وجود معارضة موحدة بقيادات معروفة ولها ثقلها بالشارع، وهذا لا يتوفر الآن لدى الإيرانيين. الأمر الثاني حياد الجيش، مش ممكن يكونوا في خلق الآن القيادة، ما أعتقد أنه مجاهدي خلق يملكون هذا الوزن. يعني الخميني وتودة وأبو الحسن بني صدر وإبراهيم يازدي في السبعينات كانت المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكانت متوحدة وكان لها قيادات معروفة يتم التفاوض معها. جيد. الأمر الثاني، الأمر الثاني وجود حياد الجيش. في الجيش في سقوط الشاه بقي على الحياد ولم يكن مع الشاه. الأمر الثالث وهذه النقطة المهمة أنه عقد مؤتمر غوادالوب في يناير 1979. مؤتمر غوادالوب جيمي كارتر ودستان وجيمس كالاهان وهلموت شميت، وكان جيمي كارتر قبل قيام الثورة ب36 يوم، قال في هذا الاجتماع أننا نسمح بسقوط الشاه. هذه الثلاث عوامل لا تتوفر الآن لهذا، لذلك كانت من ضمن الشروط بعد اجتماع غوادالوب ذهبوا للخميني، وكانت من ضمن الشروط البقاء على امداد اسرائيل بالنفط. تعرف الشاه في لما قاطعت الدول العربيه مارست المقاطعه، مقاطعه حظر النفط على الدول الغربيه، الشاه لعب دور في زياده الانتاج وبالذات باتجاه اسرائيل. كانت من ضمن الشروط للخميني أنه الاستمرار بتدفق النفط لإسرائيل ووافق عليها. فمن هنا بدأت العلاقة، ثم تطورت مع إيران كونترا، ثم كانت في قضية عوفر 2009. نعم أستاذ أمجد، وصف تاريخي جيد جدا من الأستاذ منيف، لكن أنا برجع للصواريخ الإيرانية اللي عرضتها شبكة إيرين تلفزيونية إيرانية، عرضت فيديو يعني سمته صعود الصواريخ، عرضت فيه يعني صواريخ كثيرة ومنها الجديد فجر أو فاتح 110.
يعني وصف أنواع الصواريخ وتطور قدراتها، كان كل الحديث عن مهاجمة إسرائيل وصولها حتى إلى جنوب إسرائيل. يعني هل تعتقد هالدعاية اليوم تنطلي كما انطلت قبل 40 عاما هالدعاية؟ مستحيل، لأن كل العالم يشهد أن إيران تتواجد اليوم على حدود الجولان السورية وهي من تسيطر عليها، لكن لا تستطيع إطلاق صاروخ واحد باتجاه إسرائيل، وإن قامت بذلك فيكون مجرد دعاية ويسقط في نفس المكان اللي يطلق من عنه. رأينا الصواريخ متخلفة جدا، إذا ما تحدثنا عن الصواريخ هي لأنها قديمة روسية، تم تطويرها بشكل محلي ولم لا تستطيع الوصول إلى أهدافها. أن تمتلك هذه الصواريخ وكثافة الصواريخ ولكن في نهاية تطلق 1000 صاروخ لكن لا يوصل لهدف واحد، إذن هي فاشلة. وفي الحديث العسكري أنت لا تستطيع أن لا تنتج شيء، بل تنتج فشل معنوي حتى للقيادة العسكرية اللي عندك وحتى للجيوش اللي تسيطر على مناطق معينة. إضافة إلى هذا أن تصرف كل هذه الأموال، نتحدث اليوم الحرس الثوري الإيراني يتحدث وتحدث بشكل رسمي، هذه الميزانية اللي إيران تعلن عنها في الداخل أن هناك أكثر من 8 مليار دولار تصرف على الحرس الثوري الإيراني، بينما الشعب الإيراني يعاني من الفقر. وتقول إيران بشكل رسمي أن مصدر في الشهر يأخذ راتب قاسم سليماني أكثر من 80,000 دولار، بينما المجند الإيراني راتبه 50 دولار إلى 100 دولار في الشهر. واليوم رغيف الخبز وصل سعره إلى دولار، ونتحدث عن الغلاء والعقوبات اللي إيران تتأثر بها بشكل مباشر. نتحدث عن 70 مؤسسة مالية تعاني من العقوبات الإيرانية، نتحدث من أكثر من 75 باخرة وبارج إيرانية، ناقلات إيرانية ممنوعة في الإبحار في كل مكان في كل بحار العالم. نتحدث هل ممكن يكون تسويق على الشعب أن كل هالعقوبات وهالمقاطعة وهالحصار وهالغلاء نتيجة قوتنا الصاروخية وتطويرنا لها الصواريخ والقوة الذاتية؟ هل ممكن يكون تسويق أيضا؟ هذه نفس اللغة اللي يستخدمها النظام كوريا الشمالية. ماذا فعل في النووي كوريا الشمالية؟ أين وصلت كوريا الشمالية بقوتها النووية؟ فانحصرت بشكل كامل في داخل كوريا الشمالية، لا تستطيع أن تطلق. حتى وإن اليوم كوريا الشمالية هددت على نفس الطريقة الإيرانية، تهدد جيرانها، تمتلك الصواريخ والأسلحة، وإن كان هنا اختلاف تماما بين القدرة الكورية الشمالية القوة النووية، ذلك بمساعدة الصين في فترة ما وإيران، ولكن قوة عسكرية مقابل فشل كامل للبنية التحتية، فشل كامل للاقتصاد، حصار اقتصادي، شعب جائع بشكل كامل، اتصالات شبه مقطوعة، الكهرباء لا تستطيع أن ترى شيء اسمه كهرباء إلى يومنا هذا. يعني اليوم العاصمة الكورية الشمالية لا يوجد فيها كهرباء بعد الساعة 5، لا توجد كهرباء. يعني هذا مجرد ما تطلع على صور جوجل والستلايت، لا يوجد كهرباء في دولة تمتلك النووي. امتلكت النووي وشعب فقير يعاني، لا تستطيع أن تحارب ببطون جائعة كما حصل لهتلر. هتلر وصل على أسوار موسكو، لكن لما خسر المعركة؟ لأن خسر اقتصاديا، سقط بشكل اقتصادي، وسقطت العملة في ألمانيا، فسقط هتلر حتى وإن كان يمتلك القوة العسكرية، وسقط قبل أن يسقط بسبب قوته بسبب سقوطه الاقتصادي، سقط بشكل بسبب دمويته تجاه الشعوب. وكذلك تفعل إيران اليوم، فعلت كما يفعل هتلر مع جيرانه، تفعل إيران في العراق، دموية بشكل كبير، وستسقط كما يسقط هتلر، يعني كما يسقط هتلر، وهي تسقط بشكل تدريجي، إن كان عبر العقوبات الاقتصادية ثم الاتجاه الانهيار. أنا بقي لي دقيقة أستاذ أمجد، أريد أن أسأل فيها أستاذ منيف، رغم هذه القوة المدعات بالصواريخ وغيرها، دائما عندما تقصف القوات الإيرانية داخل سوريا أو ميليشياتها في لبنان وغيرها، يكون الرد أنهم يحتفظون بحق الرد في الزمان والمكان المناسب. هل هذا يتفق مع هذه القوة في دقيقة؟ طبعا إسرائيل في 3 سنوات الماضية ضربت القوات الإيرانية وميليشياتها في سوريا 250 أو أكثر بعد، ولم تستطع إيران الرد بلا شك. يمكن ما جاء الوقت والمكان المناسب إلى الآن. إيران دائما تدرك تماما ما هو حجم قوتها. بلا شك
بول كينيدي في كتابه الشهير صعود وهبوط القوى العظمى تكلم عن العامل الاقتصادي. بلا شك أنه العامل الاقتصادي الآن يضعف طهران، ولا تستطيع اليوم طهران تتكلم عن مبادرة هرمز وتطالب الدول وبالذات السعودية بالموافقة عليها، هذا دليل أنه بدأت تضعف بشكل كبير. نعم. السيد منيف عماش الحربي الكاتب المحلل السياسي شكرا جزيلا لك. أستاذ أمجد طه الكاتب والمحلل الاستراتيجي شكرا جزيلا لك. ستبقى يعني معنا إلى الملف الآخر السيدات والسادة، فاصل قصير ثم نشرع بعده في ثاني ملفات مجمل القول، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. عادل الأسدي، حسين زيد حافظ الأشول، آخر القتلى من ميليشيات الحوثي الذين تمت تصفيتهم نتيجة تطاحن بين أجنحة الميليشيات الحوثية ضمن صراعها المتصاعد على النفوذ والثروة في مناطق سيطرتها. هذه التصفيات بدأت منذ قفز ميليشيات الحوثي على السلطة بقوة السلاح في عام 2014، ولكن وتيرتها تزايدت بعد قتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للميليشيا من قبل طائرات التحالف في الحديدة. التصفيات وصلت للمقربين من عبد الملك الحوثي، مما يشير إلى نشوء زعامات وقوى ميدانية تبحث عن مصالحها الشخصية بعيدا عن سلطة زعيمها. وقد يكون ازدياد هذه التصفيات مؤشرا إلى إحساس هذه القيادات بقرب نهاية مشروعها ومحاولتها للخروج بأكبر قدر من الغنى. يبدو أن الصراع على المال المنهوب هو ما ستتسم به المرحلة المقبلة، ليتشكل معه واقع جديد تطغى عليه لغة الاغتيالات والتصفيات الجسدية، بغية الاستحواذ على أكبر قدر من مقدرات اليمن وشعبه المنهوب من قبل الميليشيات الحوثية. قتل 2 من قيادات ميليشيات الحوثي إثر انفجار سيارة كانت تقلهما بمنطقة ضوران شمال غرب محافظة ذمار وسط ظروف غامضة. مصادر قبلية أكدت أن عادل الأسدي وحسين زاهد القياديان في جماعة الحوثيين قتلا إثر الانفجار في سيارتهما وسط اتهامات لقيادات حوثية أخرى بتصفيتهما. التوتر يسود المنطقة إثر هذا الحادث الغامض، مضطر الميليشيات الحوثية إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ولكن السؤال كيف لمتهم أن يحقق في الأمر؟ عملية الاغتيالات التي تشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والتي كان آخرها انفجار سيارة مفخخة تقل القياديين من الجماعة، هذا يدل على عمق الصراع الحاصل بين أجنحة الحوثيين المختلفة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، وهذا يدل على ما لا يدع مجالا للشك أن هذا الصراع قد يتطور إلى مواجهات مسلحة كبرى ستشهدها المحافظة الواقعة تحت سطوة الحوثيين. يأتي ذلك بعد أيام فقط من تصاعد الخلافات بين قيادات حوثية بسبب أموال ضرائب الوقود وتعيينات في مناصب إدارية عليا منها مدراء لبعض المكاتب الحكومية، ولم يكن لمنطقة ضوران حصة من قوائم تلك التعيينات. مروى النبيل لبرنامج مجمل القول عدن. أهلا بكم يا أعزائي جديد إلى مجمل القول وثاني هذه الملفات الذي نتحدث عنها عن التصفيات التي بدأت تتنامى في صفوف ميليشيا الحوثي في اليمن. يسعدنا أن نستضيف في هذا الملف الأستاذ أمجد طه الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، ومن عدن عبر الأقمار الاصطناعية السيد عاصم الصبري الصحفي والمحلل السياسي. نبدأ معك أستاذ أمجد، برأيك يعني لما تسارعت وتيرة التصفيات في صفوف الحوثي خصوصا في الآونة الأخيرة؟ طبعا مع كل تقدم ونجاح للتحالف العربي نجد هذه الاغتيالات تتم بين صفوف الحوثيين بشكل كبير، وخاصة المفروض أنهم يتوحدون أكثر ما يعملون تصفيات. لا خاصة لما تكون في ضربات قوية، لأن هنالك اختلافات أولا داخل هم أولا ليس بدولة، هي ميليشيات، والميليشيات عندها خلافات عائلية وليست مؤسسة ودولة.
تحاول أن تكون فوق الخلافات بشكل كبير هي عصابات، وهذه العصابات زي المافيا، عوائل تكون بينها مشاكل تجرها على الميدان بشكل كبير. هنالك عدم عدالة حتى بينهم بين توزيع الثروات وتوزيع الأراضي المسيطر عليها بشكل كبير. نتحدث ما حصل باتفاق الرياض تحديدا، يبدو توحدت كل الجهود اليمنية ضد الحوثي وجماعة ميليشيات الحوثي بشكل كبير، وقد حتى يفكر الحوثي أن يخضع لطاولة الحوار وأن يخضع للتحالف العربي، وإن خرجت بعض من هذه الأفكار أو الأنفاس للهواء سرعان ما تجد من يقوم باختيالها من نفس الميليشيات أو انشقاقات. إذا ما تحدثنا هنالك كانت انشقاقات في فترة ما، يعني قاتلوا من أجل الرأي وليس من أجل طبعا بشكل كبير هم يقومون باغتيالات حتى داخل بين القبائل وشيوخ القبائل بصنعاء وغيرها باحتقال النساء، فما بالك من الأقرباء يقتلونهم، لأن هنالك مصير هذه الميليشيات الآن تبقى على الحلقة الصغيرة اللي تدور حول الحوثي نفسه. هذه الحلقة إذا ما تم اختراقها بطريق أو آخر سينهار بشكل كبير. نتحدث عن أي اختراق أمني بسيط تنهار هذه الميليشيات، لذا هي تقوم بتصفيات بينها، أي هي تقوم بالآونة الأخيرة بقتل نفسها بنفسها، وهي تشبه تماما على ديدن نظام إيران. إيران يقوم باغتيالات بتصفيات جسدية لعدد كبير من حتى من جماعة الحرس الثوري أو حتى من ينتمون له. هنالك خلاف كان عن من قتل موسى الصدر ومن قتل الحكيم وغيرهم، البعض يقول أن إيران هي من قامت بتصفية هؤلاء لأسباب ما، أو قد يكون هؤلاء كانوا يفكرون بالخروج عن إيران بشكل كبير. إذن المال الإيراني هنا يلعب دور في هذه الاغتيالات، عدم توزيع الثروة، ووصل أن عدم توزيع الثروة اليمنية أو المنهوبة المنهوبة بشكل كبير، هذه وصلت ليس على الشعب بل وصلت حتى على الحلقة الصغيرة جدا اللي تدور حول الحوثي. ما دام الحلقة الصغيرة أنا أريد أن نسأل الأستاذ عاصم الصبري من عدن، يعني إن هذه التصفيات وصلت حتى إلى المقربين أقارب عبد الملك الحوثي من الدرجة الأولى، حتى يقال أن أخي إبراهيم صفي بهذه الطريقة لاختلاف يعني على غنائم معينة. مرحبا بك ومساء الخير عليك وعلى الزملاء في الاستوديو. عزيزي هناك صراع بين قيادات الحوثي المستوى الأول، والصراع أيضا بين قيادات الحوثي المستوى الثاني والثالث. هناك الصراع الذي يدور بين قيادات الحوثي المستوى الثاني والثالث موجود في تعز، موجود في أب، في محويد، في دمار، وهذه الصراعات على الفيد والضرائب وأيضا على النفوذ الجيوسياسي أو النفوذ الاقتصادي في المحافظات. لكن الصراع الأكبر وصراع الأجنحة المخيف داخل ميليشيات الحوثي، وهذا الصراع الذي يساعد على تفكك الميليشيات، وصراع بين قيادات الصف الأول أو المقربين من عبد الملك الحوثي. نحن ندرك ونعرف بأن هناك اتجاه اقتصادي سلكه كثير من قيادات الصف الأول لميليشيات الحوثي، وهذا أنتج عن تباينات واختلافات في الآراء وفي القرارات بين هذه القيادات، أدت إلى مقتل أخو عبد الملك الحوثي قبل أشهر، وأيضا أخفت كثير من قيادة الحوثي عن الأنظار. طه المداني قبل 4 سنوات قتل، لا نعلم كيف قتل، بالتالي كثير من قيادات الصف الأول قتلوا بسبب الصراعات. نحن نتحدث اليوم عن قيادات ميليشيات الحوثي التي اتجهت نحو نهب البنك المركزي وتقريبا 6 مليار دولار، أين ذهبت تلك الأموال؟ ذهبت إلى هذه القيادات. أيضا هناك شركات بترول ونفط وديزل تم إنشاء خلال السنوات الماضية من قبل قيادة ميليشيات الحوثي، ومنهم محمد عبد السلام ومحمد الحوثي، وهذا صاحب النفوذ الأكبر. محمد الحوثي هو صاحب النفوذ الأكبر في صنعاء، وهو من يقوم بعمليات الاغتيال، وهو من يقوم بتصفية كل التجار، كل المنافسين. أيضا كثير من القيادات، صالح الصماد قبل أن يتم قصفه في الحديدة كان صالح الصماد تم تهميشه بشكل كامل. محمد علي الحوثي كان يحاصره في بيته، لا يستطيع أن يقابل حتى المبعوث الأممي، ولا يستطيع أن يلتقي حتى بمسؤولين ما يسمى بالحكومة في صنعاء. الصراع كان قد انكشف وأصبح واضحا للعيان. السنوات الماضية كان هناك صراع
خلف الكواليس تم اخفاء كثير من قياده الحوثي، وخاصه ايام الحوار الوطني وما قبله. هناك مثلا عبد الكريم جدبان تم قتله، احمد شرف الدين تم قتله، بالاضافه الى هبره حسين. هبره هذا قيادي كبير، صار هبره قيادي كبير في ميليشيا الحوثي، تم اخفاؤه في صعده، لا حد يعلم هل هو عايش او ميت. اليوم الصراع تجدد بس بأوسع وبشكل أقدر، لأن هناك مال وهناك اقتصاد وهناك خوف من أن يأكل كل الطرف الآخر. نعم. من قبل الخوف، نعم، من قبل الميليشيات الحوثي وقيادات. نعم. هذه الميليشيات. أستاذ منيف، يعني بعد مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين في الحديدة، بدأت قبل، لكن بعد مقتله بدأت وتيرة الاغتيالات بشكل متسارع جدا. هل تشكلت الأجنحة بشكل واضح والعداء بينها سواء على السلطة وعلى المكاسب؟ هو تيار ضد تيار، يعني محمد علي الحوثي. نعم. بعد مقتل صالح الصماد وجناح المشاط بدأ يتغلب، لكن دائما الميليشيات عندما تخوض حرب طويلة تبدأ الصراعات بالدائرة الضيقة. بلا شك أنه في أمرين مهمين أحدثوا رعب داخل دائرة صنع القرار في لدى الحوثي. الأولى مقتل صالح الصماد، كيف قتل؟ معناته أنه تم هناك نجح التحالف في اختراق هذه الدائرة الضيقة، هذا واحد. الأمر الثاني مقتل إبراهيم الحوثي، من قتله قتل في شقة يعني عبد الملك. نعم. إبراهيم الحوثي. نعم. لما قتل إبراهيم الحوثي، من قتل إبراهيم الحوثي؟ فبالتالي هذه الاثنين 2018 و2019 هنا بدأ الصراع يزداد، خاصة أنه في ترى حوثيين ومتحوثين. نعم. داخل دوائر صنع القرار، فأيضا هناك رفض المشاط، تصعيد المشاط كان بالنسبة لهم مفاجأة كبرى لبعض الدوائر، خصوصا من عم عبد الملك الحوثي كان يعتقد. نعم. أنه سيكون مكان حتى المشاط. الخلافة هل يتم الخلافة لعم عبد الملك الحوثي أو لابنه؟ طهران ترجح ابن عبد الملك الحوثي، فبالتالي هذا الصراع كبير ويزداد في الأيام القادمة، لأنه الميليشيات لا تستطيع بهذا الشكل أن تستمر لفترة طويلة. بدأت الانشقاقات الآن بعد الضغط على طهران، ازدادت الوتيرة. هناك أطراف بلا شك، أنه أنا متأكد أنه هناك أطراف داخل دوائر صنع القرار لدى الحوثي تريد أن تخرج وتنقذ نفسها وتغادر سفينة الحوثي حتى تستطيع أن تحظى بمكسب سياسي مع الشرعية. بلا شك أنه الأيام القادمة ستفضي على المفاجآت عديدة. نعم. إن سمحتم لي ضيوف الكرام، فاصل قصير أيها السادة والسيدات، ثم نعود إلى الجزء الأخير من مجمل القول. لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول وثاني ملفات هذا المساء الذي نستكمله حول تصفيات الحوثي لعناصره من أجل غنائم أو مكاسب سياسية. في هذا الملف نستضيف أستاذ أمجد طاهر الكاتب والمحلل الاستراتيجي، والأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، ومن عدن الأستاذ عاصم الصبري الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ أمجد، هل تعتقد أن هذه التصفيات أتت نتيجة لسياسة الحوثي بتولية من يستطيع أن يسيطر على منطقة ما في اليمن، أو من زعماء القبائل الذين ينضمون إلى الحوثي، أو كما قال الأستاذ منيف المتحوثين أيضا، بالتالي يكون متصرفا بشؤونها وأموالها، فهذا ما خلق العداءات بينهم بالتالي التصفيات؟
بكل تأكيد، وهذا يشبه تماما ما حصل لداعش كذلك. كان أبو بكر البغدادي يولي الأمراء على مناطق محددة لا يهتم كثيرا بانتمائهم لطالما يسيطروا على هذه المناطق تحديدا، خاصة المناطق النفطية كانت، ويأخذوا بهذه الأموال ويعطونها لأبو بكر البغدادي أو قسم من عندها، وكانت أهم شيء السيطرة، من يسيطر لا يهم طالما لديه انتماء ما، أي كان الانتماء، على أقل تقدير أن الانتماء بالصورة يكون لأبو بكر البغدادي، كذلك يفعل الحوثي لأنه يشبه تماما هذه الميليشيات، هذه ميليشيات إرهابية، تلك داعش سيطرت على مناطق محددة، هذا كذلك يسيطر على مناطق محددة، أمراء حربها بنهاية الأمر هؤلاء، أمراء الحرب هؤلاء يشترون بالمال، أي مرتزقة، أي إذا ما دفع لهم من طرف آخر سيتنازلون تماما عنك، أو إذا ما حاولت أخذ سيطرة هؤلاء من هذه على هذه المناطق تحديدا سينتقمون منك، أين كانت الانتقام، أنت كان الانتقام بشكل فردي على المستوى الشخصي وغيره. انظر ما حصل لميليشيات الحشد الشعبي، أحد قياداتهم في الأسابيع الماضية عندما في العراق، عندما أطلق أحدهم النار على أحد أبناء العراق المتظاهرين، ذهبت القبيلة لم تعرف من هو هذا الشخص ولا يهمها من يكون هذا الشخص، وقامت بقتله داخل الإسعاف، لا يهمها، هذه القبيلة تعرف من هذا الشخص وتعرف أنه من قيادات الحشد الشعبي، لكن لم يهمها الأمر، همها أن هذا الشخص قام بقتل ابنها لا أكثر. قد نصل إلى هذه المرحلة كذلك، أن هنالك يكون صراع قبلي مع 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 والصراع القبلي قد يكون هو الأكثر نجاحا في مصارعتي ومحاربتي ومكافحة الحوثي، لأن هذه المناطق يسيطر عليها قبائل معينة، وإذا ما هذه القبائل أصبحت في خلاف مباشر مع الحوثي ستقوم باغتيالات وستقوم بانتقام بشكل تدريجي، هي تريد السيطرة تماما على مناطقها، وذلك ما كان يضمنه علي عبد الله الصالح وقتها عندما كان في الحكم، كان يضمن لهذه القبائل وأن يسيطروا على مناطقهم بشكل مباشر، وهو بعض هم ما فقده في مناطق الحوثي وما يفقدها الآن، لهذا سيقوم بالتمويل وبالتسليح وبشكل كامل ليستهدف أي من قيادات الحوثي، ولا يهمه ماذا يفعل الحوثي في الوطن، يهمه مكاسب الشخصية، مكاسبه الشخصية ومكاسبه تحديدا. نعم. أستاذ عاصم الصبري من عدن، هل تعتقد أن قرب انتهاء مشروع الحوثي أو ما زاد من هذه التصفيات للقفز من السفينة الغارقة؟ أعتقد أن ميليشيات الحوثي عشان نفهم تركيبتها يجب أن نعود إلى كيف تجمعت هذه الميليشيا، وعلى أساسها يمكن نحكم هل هذا قرب انتهاء الميليشيا أو لا. ميليشيات الحوثي تتكون من حوثيين صعدة وحوثيين باقي المحافظات، بالإضافة إلى متحوثين صعدة ومتحوثين باقي المحافظات. هناك عنصرية قذرة داخل هذه الجماعة بين حوثي صعدة وحوثي باقي المحافظات، الحوثيين في صعدة لهم امتيازات خاصة وينظر لهم بنظرة خاصة عكس باقي الحوثيين في المحافظات الأخرى، أيضا المتحوثين هم درجة أقل من الحوثي، هكذا يتعامل الحوثي مع المتحوثين، هم أقل درجة طبقيا واجتماعيا، ينظر لهم كزنابيل وليس كقناديل كمسمى يمني. بالتالي ميليشيات الحوثي أصلا هي حركة مارقة عنصرية قائمة بشكل عنصري، تركيبتها مركبة عنصريا، بالتالي هذه الجماعة تعتاش على القتل والتدمير، وأيضا على محاولة ليس التحالفات القبلية بقدر ما هو الإرهاب المفرط تجاه كل قبيلة، تجاه كل مواطن يرفض هذه الميليشيا، كل الحوثيين يتجمعون حوله. المشكلة هنا أنه الخلافات العنصرية داخل الجماعة تنتهي في أي لحظة هناك عدو خارج هذه الجماعة يريد افتراسها، بالتالي الحوثيين كجماعة هي مستفيدة ككل الأطراف مستفيدين داخل الجماعة من الحرب، كلهم تجار حروب، نهبوا البنك، تقاسموا ثروة البلاد، تقاسموا النفط، تقاسموا لكن احنا نتكلم عن التصفيات، تقاسموا الأراضي في صنعاء، تقاسموا احنا لا نحن لا نختلف أنهم تجار حروب، لكن نتحدث عن التصفيات بينهم، أسباب هذه التصفيات هو هذا هنا. نعم. مربط الفرس أخي العزيز. هذا الصراع على الأراضي وعلى على السلاح، على المساعدات، على مراكز النفوذ، تأتي بالقتل والاغتيالات، ولم يسلم منها أخ عبد الملك الحوثي إبراهيم الحوثي، هذا كانت يعني عملية قتله
هي مدوية للميليشيات، يعني هذا يؤكد بأن الصراع لم يعد كما السابق، هناك صراع قوي وحقيقي بين القيادات الحوثية، وقد هذا الصراع قد يأخذ الميليشيات إلى موقف جديد لم تعرفه من قبل. نعم، سيأخذ أستاذ منيف، سيأخذ الميليشيات إلى موقف جديد لم تعرفه من قبل. التصفية وصلت إلى العظم بقتل الدائرة المقربة من عبد الملك الحوثي، هل تعتقد هذه بداية للنهاية عندما تقتتل الميليشيا فيما بينها وتضمحل بالتالي؟ حل ما هو الموقف العام؟ يعني لو تكلمت على موقف التحالف، التحالف لا يريد أن يقصي الحوثي. الحوثي مكون يمني وفصيل يمني فصيل سياسي، ولكن مثل ما قال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة سي بي إس، أن يكون فصيل وطني ولا يكون له مشروع تنفيذ مشروع طهران. بالتالي مهما كان ما حدث من تصفيات في الحل السياسي، الحوثي سيكون جزء من الحل السياسي في اليمن ما في شك، ويكون فصيل سياسي يمني معترف فيه، وهو جزء من مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، لأنه كان جزء من اللي حاضرين وجزء من الموافقين على مخرجات الحوار الوطني الشامل وأيضا على المبادرة الخليجية. فبالتالي مهما يحدث بينهم بلا شك، أنا أعتقد أنه زيادة الضغط على طهران وما يحدث الآن في المدن الإيرانية تجاوزت 110 مدينة تؤثر على الحوثي، لأن الحوثي حتى الآن قراره ليس في صنعاء أو صعدة، هو في طهران. وبالتالي أنا أعتقد أنه مهما حدث من التصفيات في الأخير الحوثي سيكون فصيل سياسي وسيذهب للحل السياسي في نهاية الأمر، ولكن قبل أن يذهب للحل السياسي هو يعتقد أنه بتصعيده وتصعيد المواقف على الأرض قد يحصل على مكاسب سياسية، ولكن لا أعتقد أنه قادر على الحصول قوي موقف التفاوض يعني بلا شك، أنه يريد الحصول على المكاسب السياسية، لكن في نهاية الأمر لا نستطيع إقصاء الحوثي، هو فصيل سياسي، ولكن يجب أن يقبل أن يكون فصيل سياسي وليس ويترك السلاح يعني ويترك. هذه من 2000 ليس هناك مشكلة، لابد أن يترك السلاح، كل فصل حزب الله الحوثي الشعبي إلى آخره، قرار مجلس الأمن 2216 عليها أن يلقي السلاح للدولة. فبالتالي أي فصيل سياسي لا يجب أن يكون أكبر من الدولة، يجب أن يكون جزء من الدولة. يحصل ما حصل لإيرلندا الشمالية الميليشيات قد يعني أنا أنت الوقت. الأستاذ منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك. أستاذ أمجد طه الكاتب والمحلل الاستراتيجي شكرا جزيلا لك وتواجدك هذا المساء معنا. الأستاذ عاصم الصبري صاحب المحلل السياسي من عدن شكرا جزيلا لك. السيدات والسادة شكرا جزيلا لمتابعتكم، وحتى ملفات أخرى في مساء الغد في مجمل القول، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.